أصدقائي أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. غاندي في أحد المرات كان رايح علشان يركب القطار فملحقوش، فالقطر ابتدى يتحرك فجري وراه فسقطت منه فردة من الحذاء بتاعه. أول ما ركب القطر فراح قلع الفردة التانية وراح رميها بالقرب من قريبة من الفردة الأولى اللي فقدها يعني. فأصحابه سألوه أنت عملت كده ليه؟ فقال لهم أنا لما فقدت الفردة الأولى اللي هيلاقيها مش هيستفيد بيها، لكن لما يلاقي الاتنين هيستفيد بيهم. معنى كده ان احنا لو تعاوننا مع بعض، شاركنا مع بعض في اي حاجة من الحاجات، لو فكرنا كلنا ازاي نستفيد من كل حاجة معانا، مش بس نستفيد احنا لا ونفيد غيرنا. بلاش كلنا نتصارع على احلامنا وننسى الاحلام الصغيرة، ننسى احلام الاطفال، ننسى احلام كتير في حياتنا، ناس عندهم حلم عايزين يحققوه ويشاركونا احلامنا. مش بس انت تبقى بتحاول تنجح لنفسك، امال تنجح بالمشاركه. برحب بعبير، ازيك يا عبير؟ اهلا محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، وحشتني والجمهور وحشني. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو تربيه الاطفال. اكيد بنفتقد النهارده ان عبير مش موجوده معانا علشان تعبانه شويه، لكن في الفقره الثانيه ان شاء الله هنعمل معاه مداخله. استنونا واستنوا فقراتنا الكتير، لان عندنا في الفقره الثانيه مفاجاه يعني، وغير جوائزنا واسئلتنا اللي احنا متابعينها على طول. اكيد عبير، ايه رايك في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، تربيه الاطفال؟ اولا احنا دايما زي ما احنا متفقين مع بعضينا ان احنا بنحاول نختار الحاجات اللي هي الاجتماعيه اكتر كويس، عشان نقدر يبقى فيه بيت متوازي جميل يطلع لنا عباقره، مش طبعا مجرد أطفال عاديين. فعشان النهاردة اللي اخترناه اللي هو تربية الطفل والتدليل للطفل إزاي يكون، وطبعا معنا برضه هيبقى في مكالمة للدكتور معانا مختص بالحاجة زي كده، فإحنا حبينا نتكلم الكلام ده ليه؟ طبعا عشان لفت نظرنا حاجات كتير وتصرفات الأطفال لما يكبروا. طبعا إحنا مالناش دعوة باللي كبر، اللي كبر خلاص. فإحنا بنقول للي جاي بإذن الله لازم يتبع أساليب معينة، يتبع حاجات معينة يمشي عليها، عشان الموضوع يا جماعة مش مجرد إن أنا بجيب بيبي أفرح بالبيبي، طبعا أيا كانت النوعية، أفرح بالبيبي أدلعه أكفيه حاجته احتياجاته كلها تبقى يعني معاه. لا، الموضوع مش كده. الموضوع لما أجيب بيبي أصبح أنا جبت كيان مسؤول، كيان هيبقى فيما بعد لازم يكون له هدف، لازم يكون له اسلوب في التعامل، لازم الناس لما تشوف الكيان اللي انا جبته او الشخص اللي انا جبته ده يقولوا عليه الله. لازم كلمه الله تتقال في كل حاجه في حياتنا يا محمد. انا عايز اقول ان احنا في بدايه حياتنا لما بنيجي علشان نعمل شركه، حياه جديده، فبيبقى الحياه ما بين رجل وامراه. الاثنين اول ما بيتقابلوا مع بعض لازم يكون في ما بينهم وما بين بعض توافق، توافق اجتماعي، توافق ثقافي كويس، توافق نفسي كمان، علشان نقدر في البداية الاتنين لما يعملوا توافق نفسي. ومع ذلك برضو أنا معاك طبعا في حاجة زي كده، بس مش هننكر أن مهما كان التوافق بين الاتنين لازم بيكون في اختلافات، لأن ده بيبقى من أسرة ودي بيكون من أسرة، فبالتالي في اختلافات مع في السنة ولا السنتين اللي بيبتدوا أن هم يتعاملوا مع بعض بيها، لغاية ما يبتدوا أن يبقى عندهم طفل أو طفلة، في خلال الفترة دي بيبتدوا ان هم يتعودوا على بعض. اكيد التعود على بعض ده هيفرز عنه بعد كده طفل او طفلة بنبتدي ان احنا نعيش معاهم، هيفرز عنه كمان التفاهم، ان انا ابني او بنتي اللي هجيبهم ابسط الامور لما يطلع يلاقي في نفسه في وسط اسرة متفاهمة متعاونة، في اسلوب في الكلام بطريقة كويسة، اكيد دي كله بينبع جوه الطفل وبيبدا يتزرع جواه الحاجات الكويسة الجميلة دي كلها. انا بتكلم بقى على نقطة تانية اللي هي ايه؟ خلاص ابتدينا ان احنا يبقى في موجود في الاسره دي طفل، طفلين، الدور الاساسي للاب والدور الاساسي للام. الام هي الاساس في التربيه، الاب دوره مشارك في التربيه، لكن الام هي الاساس في التربيه الاساسيه. طيب لو الام قصرت في دورها، بمعنى انا عشان يبقى عندي طفل مدلل او طفل غير سوي، اي تصرف غير مألوف فهو غير سوي، إن كان التدليل، إن كان أي تصرف من التصرفات اللي بنعملها. الأم لو قدرت إنها توفق ما بين عملها، علشان بس ما حدش يقول إن بنقول إن الست لا، أنا بقول لو الست قدرت توفق ما بين عملها واهتمامها الجيد بالولاد مفيش مشكلة للشغل. لكن الأم في الرسالة الحقيقية للأم،
هي تربية أجيال أكيد وصناعة الأم مدرسة. أيوة أيوة المدرسة دي، أيوة كمل. المدرسة دي موجودة علشان إن أعددتها تربي، تمام. وفي حاجة تانية مش برضو. موجودة علشان تشتغل. اسمح لي بس أقطعك، معلش أنا النظر دايما أحب أختلف في حاجات كده بسيطة. نختلف لكن في الأساس الحكم النهائي أكيد الجمهور بيسمعنا، بس الحكم النهائي طبعا في طبعا الناتج. وانا مش هختلف اختلاف يعني ان احنا هنضرب بعض بالنار، لا لا مش لا خالص. طيب بس اسمح لي فيها، حضرتك قلت ان الام هي المسؤوله عن تربيه الاولاد، انا ماشي. معاك وابصم في الكلام ده، مفيش اي اختلاف، بس في حاجه هنا برضو، في بعض الاسر وده اللي احنا لازم بنوجهه من خلال برنامجنا، والكلام مش هيخلص كالمعتاد زي ما بنقول، كلام كتير وكل ما تفتح مجال هتلاقي اكتر، فخلينا في النقطه بتاعتنا نرجع لها تاني. حضرتك قلت الام هي اللي مسؤوله عن تربيه الاولاد، انا معاك فعلا ومالناش دعوه انها هتشتغل او مش مشتغل، بتشتغل يبقى لازم تخلي بالك ان في بيت لازم يكون مسؤول الاساسي ليكي، لو اشتغلتي ونقصتي جزء من الاساس بتاعك بتعالجيه بطريقه او باخر، دي مسؤوليتك. انما هنا حضرتك في بعض الابهات نفسهم الام بتبقى ماشيه استريت وماشيه تمام وبتربي صح، لان الام بتحاول تحتوي الطفل على قد ما تقدر، ففي بعض الابهات بيبقوا شداد، بيبقوا ليهم القفله المعينه بتاعتهم ان هو الراجل هنا ممكن بيضيع، معلش بيضيع ايه؟ بيضيع الحته بتاعت الام اللي ان هي الطفل يكبر يلاقيها ام بتربي كويس كده، لا بس هي ملهاش كلمه، بابا هو الاكتر، يبقى ساعتها ممكن الحته دي تهتز عند الطفل. لا 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 ده مجال تاني هنتكلم فيه بعدين، بس الحته دي بس. الاب هو المسيطر، الاب هو الحاكم في البيت، الاب المفروض ان هو ان الام لما ما تكونش قادره بالأم. ما تكونش قادره تقوم الطفل بترجع للاب، اكيد يبقى الاب هو الاداه أكيد. للتخويف او لمعالجه للمحبه الصغائر. التخويف برضو. ناخد كابتن معانا، معانا تليفون. الو 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 للاسف الو الو مساء الخير النور. اهلا اهلا كابتن عماد، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا كابتن، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مشرفنا على الهوا. اهلا بيك. اهلا بيك الزعبير. اهلا وسهلا. بحضرتك كابتن. عايزين نقول النهارده بنتكلم في موضوع تربيه الاطفال والتربيه اللي ممكن توصل الى التدليل، يعني يبقى طفل مدلل، طفل غير سوي. ما حسب عمر هذا الطفل، يعني خلينا نقول ان طبعا من سن سنة او اتنين لغاية 9 سنين او 10 سنين بيتكون فيهم معظم السلوكيات، تمام، وبيبقى صعب تعدلها بعد كده. بتتعدل، ممكن تتعدل مع مراحل العمر المختلفة. حلو. ولكن طبعا السن الصغير ده بيبقى الدنيا اسهل، لان هو ده اللي بيتشكل فيه السلوكيات والاخلاقيات، من بقى امانه لصدق لاجتهاد لشخصيه فيها نوع من الحزم او الحسم، عنده قدره على التحمل ولا شو حاجه، كل الحاجات دي ممكن نحس انها عايزه ناس كبار، لكن لا، من السن الصغير نقدر نزرع ده فيهم وننميه ونطوره كمان. ودي تربية أساسية على فكرة، يعني مفهوم التربية مش بس صح وغلط وكخة وكلام من ده، لا، مفهوم التربية إن أنا بطلع إنسان قادر على مواجهة الحياة الحاضرة وقادر على التخطيط لمستقبله، يعني إنسان يقدر يعتمد على نفسه، يقدر يواجه الحياة الموجودة حاليا بكل أعبائها، كمان يقدر يخطط لبكره او للمستقبل. ده ممكن تربيه ان نطلع انسان. استاذ عماد حضرتك، طب في بعض يعني الاولياء الامور لما يقولوا مثلا ان ده طفل صغير فاحنا بنلبي طلباته او احتياجاته كلها، ولما يكبر هيفهم من نفسه الصح من غلط، هل ده صح ولا ده بيؤدي لنتيجه عكسيه؟ شوف يا استاذ عبير، واحنا دلوقتي واقعين بين نقيضين، نقيض اللي حضرتك بتقولي عليه ده اللي هو الدلع الزياده او التبديل الزياده وتلبيه كافه الطلبات، وبين العكس او الاكستريم خالص في التربيه اللي هو الشده والحزم المبالغ فيه. يمكن انا سمعت حضرتك بتتكلمي عن الاب اللي هو شخصيته يعني صارم جدا، فبيضيع كتير من حنيه الام. أسوأ حاجه في الدنيا الطرفين دايما، الطرفين يعني ايه؟ يعني اقصى الخيط من هنا ومن هنا، هم الاساس اللي هو الدلع الزياده او العنف الزياده. تمام. اجمل حاجه يعني زي ما بقول خير الامور الوسط، الطفل في السن الصغير محتاج يتعلم سلوكيات
ولكن بلطف وطريقة تربية لطيفة وهادية، من غير بعيد عن الضرب وبعيد عن العقاب الصارم، لكن برضو شوية أو سن عقاب على الخطأ. بس شرط أن يكون في زي رولز أو قواعد محطوطة. يعني إيه؟ يعني الطفل في السن الصغير ساعة بير ما يقدرش يدرك قوي الصح والغلط، خصوصا أن في خطأ كبير بيقع فيه الأب والأم، أن ممكن في نفس الخطأ مرة يعاقب ومرة لا، مرسي. نتيجة هو تمام. نفسه بيسموها حتى يعني العقاب اللي فيه عقاب تفاعلي نتيج ظروفه هو الشخصية، متضايق فيعاقب، مش متضايق خلاص. فالطفل ما يقدرش يميز، لا عايزين نقول انت المفروض تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، مفروض كمثال يعني ما تأذيش أخوك اللي أصغر منك، ترتب أوضتك، تسمع كلام بابا، يعني حاجات معينة نحطها له، لو أخطأت في كذا المفروض إن هنعاقبك بالشكل الفلاني. تمام. فهو نفسه يبقى عنده تمهيد لطبيعة العقاب، ولكن مهم قوي إنك تنفذ. طيب من استنى أخطر دكتور، الحاجات، أيوه اتفضل. دكتور استنى، سن الطفل يعني في مرحلة سنية بيبقى محتاج الطفل أو الابن أو البنت في سن معين وجود الأم بشكل دائم معاه علشان يتعلم تمام. الأسس اللي حضرتك بتتكلم عليها. هل خروج المرأة للعمل في الفترة دي، الفترة اللي هي اللي بنزرع فيها وبنحط القيم والمبادئ والأخلاق إزاي إن احنا نعمل للطفل، بتبقى من سن كام لسن كام؟ والله وانا بقول لحضرتك ان فتره من اول يمكن الولاده لغايه سن 7 سنين مثلا. تمام. لكن لو قلنا الكلام ده النهارده للناس، ما احنا النهارده الفكره ان احنا في ناس مضطره للعمل، يعني مضطر ان هو يشتغل او مضطره ان هي تشتغل عشان تزود دخلها او تزود هنقول على الاقل، مثل بيقول لك ما لا يدرك كله لا يترك كله، هاي على الاقل ما تمام قدرتيش تمام تقعدي في البيت تماما، يبقى على الاقل طبيعه عمل معقوله، يعني لغايه وقت معين، ما يبقاش ايه مش الشغل اللي هو فول داي، يعني مش الشغل بقى هاي ايه من هاي الصبح لغايه مظبوط بالليل يعني. تمام. طيب يبقى بقدر الامكان تكون متواجده مع ابنك او بنتك في المرحله اللي احنا بنقول عليها. وهي النقطه مهمه جدا حضرتك لفتت فيها النظر، مش بس وجود الام كوجود، ولكن ان الطفل في السن الصغير بيتعلم بالتلقين، يعني مظبوط بيتعلم من سلوكيات الام اللي موجوده معاه، بيتعلم منها الصدق، بيتعلم منها الامانه، بيتعلم بحاجات في تصرفات بسيطه بتعملها، مش بس بالكلام. يعني انا ما ينفعش اقول اعمل كذا اعمل كذا واتكلم كلام كتير واحكي كمان، يعني في امهات بارعين في انهم يحكوا قصص لاطفالهم يزرعوا فيها اخلاقيات كويسه، جميل، تمام ولكن مهم ان هو يلمس ده في في تصرفاتهم. تصرفاتها، مظبوط حتى التصرفات البسيطة لا تخيل انها حاجة بسيطة، لكن الابن او البنت بتشربها. يعني ايه بتشربها؟ يعني بتدخل جواها كده اضعاف اضعاف الكلام اللي بيتقال، طب حضرتك وبيبقى ساعتها تقول ايه للاب والام اللي بيتصرفوا تصرفات معينه بشكل معين لطفل سنه من 3 ل 5 سنين وهم فاكرين ان الطفل ده غير مدرك التصرفات اللي بيعملوها، ايا كان بقى ان هم يكذبوا، ان هم يقولوا كلام على ناس وهم قاعدين يتكلموا، يعني في بعض التصرفات بيبقوا فاكرين ان الطفل في السن ده غير مدرك لكلامهم لكن هو بيخزن الحاجات دي، نقول لهم ايه طيب يا انا فندم؟ هقول لحضرتك حاجه اخطر من كده كمان، تمام ان تكوين الذكاء السمعي يعني والذكاء البصري للطفل بيبقى سن اصغر من كده، الذكاء السمعي الاطباء قالوا انه بيتكون وهو جنين في بطن الام. لسه كنت الذكاء هسأل حضرتك البصري يا دكتور بيتكون، عن الموضوع لا ده. انا احط مهمه جدا، نقطه مهمه جدا الزعبير تمام الذكاء البصري بيتكون اول 6 شهور، تمام تقدر الام تنمي الذكاء البصري لطفلها عن طريق حاجات كتير جدا، تفرجوا على الوان، مجموعه بالونات بالوان مختلفه، يعني معنى الكلام ان الطفل ما اقل من سن 3 سنين عنده قدرات استيعابيه بعيده عن انه عقولنا يفهم احنا ما ويتفاهم في نقدرش ان احنا المواضيع. ندركها تمام. او بيخزنها. عايز اقول لحضرتك ان من ضمن الادوات مثلا تنميه الذكاء السمعي الموسيقى، يقول لك الطفل في سن صغير قوي لما بيسمع موسيقى معينه لما بيكبر ممكن يتذكرها، يعني بيبقى متخزنه عنده. طيب من سن بقى 3 سنين، فاذا سن 3 سنين ده مش سن بسيط، ومش سن بالعكس، ده سن بيشرب منه كتير قوي، يعني بيشرب معنى بيشرب من تصرفات اللي حواليه، بمعنى ان هو يعني بيهضمها، بيهضم السلوكيات اللي بيشوفها قدامه. لا خلي بالك، خليك صادق، خلي بالك لكل ام وكل اب، لو انت عايز ابنك يبقى صادق لازم تكون صادق وتضرب المثل ده قدامه، لازم تكون امين في طب تصرفاتك حضرتك مع بالنسبة يا جيرانك. دكتور، معلش من غير قطع كلامك،
بالنسبه لل برضه عايزين نلفت نظر الامهات اللي موجودين حاليا او اللي عندهم بيبي حاليا لسه بيتكون، ان احنا عايزين ناكد لهم معلومه، حضرتك تاكد لهم ان فعلا البيبي وهو بطن الام فعلا بيحس وبيفهم وممكن تتكون فيه بعض الاحاسيس، صح كلامي ولا الدنيا ايه؟ شوفي حضرتك، من بدايه الشهر الرابع حاسه السمع بتتكون، شهر رابع هو في بطن الام جنين، تمام ده كلام العلماء ان حاسه السمع بتيجي تتكون. بقول لك لو عايز فعلا ينمي الذكاء السمعي خلاص بتبتدي في هذه المرحله او في السن ده، تسمعين موسيقات، نوعيه من الموسيقى بيطلق عليها حتى الموسيقى الكلاسيكيه، كل ما كانت الموسيقى دافمه كل ما كان اكثر تنميه للذكاء. والاخطر من كده يقول لك الام كمان تسمعها وهي راضيه، بمعنى يعني ما تسمعش الموسيقى هي غصب عنها على خاطر الابن، يقول لك بيتاثر نفسيا، متخيله يعني يعني بيحصل العكس، لازم اكون انا نفسي راضيه عن اللي بسمعه. بالظبط، حاولي ان انت نفسك تسمعي حاجه انت بتحبيها وتحسي نفسيا تبقي من جواكي سعيده، فده بيتنقل. شوفي يعني احاسيس بتوصل. عايز اقول لك حاجه بس مش عارف الوقت دايمنا ولا لا. اتفضل يا فندم. في قصه خطيره جدا ومعروفه، يعني ان كان في مربيه هي انجليزيه مش مصريه، كانت من النوع اللي هي يعني غضوبه جدا وبتلعن الظروف والحظ، فكان من النوع اللي هي عندها قدر كبير من الكآبه. تمام. فاتفاجئوا ان في اطفال تحت ايديها بيموتوا وهي بتربيهم، بيموتوا. بيقول لك يعني تلقائي كده من غير اي حاجه. نتيجه ان هي، بيقول لك ان هي وهي موجوده يعني بتوصلهم زي طاقات سلبيه كئيبه جدا، بتبص عليهم الكآبه. تمام. فتم تبديلها، الوضع اختلف تماما. تمام. فمهم جدا في السن الصغير قوي ان احنا نهتم ان احنا نكون لطاف مع اولادنا، ضحكتنا سبقانا، صوتنا فيه درجة من الحب يعني حتى بيتنقل، مش الكلام بتعبير عنه، يعني توصيل الحب بالنغمة وبالصوت مش مجرد الكلام، بتفرق كتير جدا مع الطفل في السن الصغير. أطفال في أصغر سن مدركين أكتر كتير من طاقات استيعابنا إحنا لعقولهم وذكائهم. دكتور أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله تكون معنا في حلقة وتشرفنا، وأنا بشكر حضرتك جدا. عايزين نقول إن شكرا دكتور. دايما بنقول ان احنا في حياتنا كل التصرفات الصغيره اطفالنا بيرصدوها، اكيد اطفالنا بيرصدوها وبيخزنوها، فبلاش الخلافات اللي ما بين الاب والام، بلاش التصرفات اللي ممكن تنقل صوره عند الطفل يخزنها ويستخدمها فيما بعد. كمان التدليل زياده، او ان احنا كل الطلبات لاطفالنا تتنفذ. تبقى مجابه، اكيد ده في حد ذاته الطلب، ان انت ان هو كل طلباته مجابه ومجابه. انا ما قلتلكش، ما بنقولش ان انت تمنع برضه، لا كويس. ما بنمنعش، لكن في اوقات معينه يجب ان احنا نمنع، يجب ان احنا نكون حذرين في التعامل. الدكتور برضه عماد قال حاجه برضه لازم ناكد عليها، اللي هي لما الام او الاب يقولوا للطفل ده لا، ما يجيش في وقت يكون رايق يقول لا، وفي وقت تاني في نفس الموضوع ممنوع. لازم الاب والام يكونوا واخدين بالهم قوي قوي جدا، يحددوا التصرفات بتاعتهم، مش بمنتهى البساطه انا مبسوط لا انا فرحان طب ما ده تشتت الطفل. كويس. انت كده بتأدي الحاجه برده مش تمام. الحاجه الثانيه، في بعض الاحيان احنا لما بنيجي نتصرف مع اولادنا بنتصرف او بنعاملهم بشكل لا ندرك قيمه ان هم اطفال. يعني يجب ان انت تعامل طفلك بحنيه بعقل مش بالقسوه، لان القسوه ممكن تؤدي برضو نفس الخطا اللي ممكن يؤدي في كل التدليل. شيء بص، هي كلمه كده في اربع تجناب ما فيهاش بديل، اللي الوسط. هو الوسط في كل الحالات اللي هنتعامل مع اولادنا نكون حريصين جدا، والست او المراه اللي بتشتغل يكون عندها اهتمام اكتر، لان هيبقى عندها وقت اقل في الاهتمام بالطفل. اللي بتشتغل يا محمد، انا بتكلم جد، لان الست وانا بتكلم المرأة جد برضو المرأة مش لوحدها على فكره. بصي لو هنتكلم في الموضوع ده هنتكلم في حاجات كتير، لان مش ما الست انا مش هخش في التفرعات في المواضيع، بس ما تقعدش تقول على الست بس. لا ما هو الراجل هنا في جزء برضه لازم نقوله في التدليل بتاع الولد، ان ممكن الاب نفسه او الام نفسها يكون عندهم في ذهنهم وهم صغيرين حاجات كانوا مفتقدينها فبيعوضوها على الطفل بالغلط. طيب فده برضو اخر حاجه هنقولها في الموضوع ده، تربيه الابن او الابن او الولد او البنت. تمام. الاساس بنسبه 70% الاب ولا الام؟ الاثنين. لا الاساس الاثنين. الام ممكن تعالج والاب ممكن يهدي. الاثنين. لحظه، الاب طول يومه في مركب واحد يا محمد. انا مش هتنازل. مين النسبه الاكبر؟ هم قالوا الام مدرسه. هنقول الام مدرسه ولا الاب مدرسه؟ عشان الام معظم اليوم مع الطفل. لحظه، قالوا الام مدرسه ولا الاب مدرسه؟ الام. هايل، يبقى الام.
انا بتكلم على الام ليه؟ لان هي لازم هي تحافظ، لان الام في بدايه حياتها او الأم في حياتنا ممكن كلنا. تبني يا محمد طول اليوم، ويجي الاب في لحظه يكون اب مش عاقل يهدها في ثانيه. طيب الاب ده الاب ليه السوي، عامل الاب معايا السوي، قولوا لي معايا مش الاب معايا السوي ولا مش سوي؟ انا بتكلم لو الام والاب الاثنين اسويه. لا طبعا، مين يبقى اللي الام بيشيل؟ ساعتها لو الاب طبعا سايب لا ان الام هي اللي تاني بتربي وهي تاني المسؤوله. السؤال الاخير بس، اتفضل. الاب والام الاثنين اسويه ما فيهمش حد وحش، تمام. مين اللي بيربي اصلا؟ الام بس خلاص. اكيد. اصدقائي احنا كده خلصنا الجزء اللي الاولاني في من الاخر. الحلقه. ماشي يا معلم، انا اصدقائي احنا هتنازل بس عشان الحلقه مش لا والله مش اكتر من كده. طبعا المواضيع كتير، بس انا عايز اقول كلمه نهائيه لان هنخش على الفقره الثانيه، ان مش الام بس اللي بتربي، المدرسه بتربي، التلفزيون بيربي، الاعلام بيربي، والسوشيال ميديا. كان والسوشيال نفسي ميديا اسال بيربي. الدكتور لنا لقاء معاه فموضوع برضه. كبير اكيد. جدا. اه طبعا اصدقائي نطلع فاصل ونرجع اكيد. تاني، وعايز اقول لكم كل مره ابعتوا لنا صور اطفالكم اللي انتم حابينهم، صور اطفالكم اللي بيشاركونا في كل مره الحلقات بتاعتنا، صور اطفالكم تبعتوها لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه، ونشوف نرجع فاصل اعلامي ونشوف صور الاطفال. يا ريت صور الاطفال تكون واضحه علشان نقدر نفرح كل اطفالنا. نجيبها تبقى نطلع على فاصل الشاشة ونرجع كويس. تاني.